نعمل كده في اللحمه مع المواسير لغايه ما يبقى شوحناها، صح، قفلنا المسام كلها وكلها لونها اتغير وخلاص كده مبدئيا اتشوحت. احنا هنا بنعمل رز بالشعريه. الشعريه يا لا ريقي بقى جري موت والله العظيم حاجه يعني انا فيديوهاتك ما بتظهرليش الا الساعه 1 و2 بالليل وانا داخله انام اشوفك ماسك الاكل. ايه دي يعني كل الناس في الشارع بتقول لي كده، وهم فعلا السوشيال ميديا بيعملوا كده. ايوه يعني بيظهروا فيديوهاتي فعلا بعد 12 بالليل، دي حقيقه. ليه؟ علشان اقول لك ليه بقى؟ ليه؟ حته معلمه بقى. أوه. علشان بفضل الله يعني في ناس كتير من اللي بتتفرج على مزاجنجي بتتفرج على الحلقه من اولها لاخرها. ايوه صح. والسوشيال ميديا الفيسبوك لقط وعرف ان الفيديوهات دي معظم الناس بتتفرج عليها كلها وبتتفرج عليها بالليل. صح. لان بالليل بيبقى انت رايقه شويه او قبل ما تنامي او بتعرف عندك استعداد. انا حلقاتي كبيره طويله. صح. 10 دقائق وربع ساعه وثلث ساعه و25 دقيقه. بس حلوه. يعني الحمد لله. واخر مره مسك حته العظمه عمال يطلعها من اللحمه، واللحمه دي بقى انا اعصابي تعب. ايوه بقى. ما كانش عندي في الثلاجه غير حته كبده. كنت انا افتكرت دلوقتي شوحتها. والله بجد قمت شوحتها بمعلقه سمنه وكنت جعانه. طب اعمل ايه؟ انا اصلا نايمه مش عايزه اتعشى عشان غلط العشاء بالليل. الفيديو بتاعك ظهر قدامي لقيت خلاص اعصابي رحت قايمه مشوحه حته الكبده والله ضميري بيأنبني لما الاقي حد بسببي بيعمل عاده غذائيه مش كويسه، لا الاكل الدسم الكتير او الاكل بالليل. انا بطلت اكل بالليل اصلا. يعني انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اكل وجبه واحده بس وما اكلش بالليل خالص. طيب بصي قولي لي نبدا ننزل الصلصه ولا كده؟ تمام نزل الصلصه. صح كده؟ طيب انا برضو ما اللحمه انا جايبها لك اصلا صغيره. اللحمه صغيره علشان انت براحتك. طيب انا بعمل ايه؟ ان احنا بنحط صلصه. ايوه عايز ابعد دي عشان احنا بنحط صلصه وعصير طماطم. انا بالنسبه لي بحب شفت النار عاليه ازاي؟ لا حلوه عشان تتعامل على لا لا حلوه. بحب الطبيخ يكون فاتح شويه. يا رب ما اقع على نفسي. لا ما تخافش انا معاك. يكون فاتح شويه. تمام عايزين نقلب بقى في دي. حاضر. ليه بقى؟ ايه بقى تفصيله هنا في الرز ده؟ اولا انا بحب الشعريه كتير عشان يبقى قوامه في بقي مفرفط. صح. حلو كده. مفرفط. هو خلاها مفرفط. ماشي. مع الشوربه اللي هنحطها، احنا هنحط شوربه، هنسيب شوربه مش بميه عشان يبقى تيستو اعلى وما تبقاش كده. احنا هننزل. طيب لا انا بعمل ايه بقى؟ هو غلوش. ما انا هقول لك بقى. انا بعمل لما بنزل الرز على الشعريه بفضل اقلب فيها مع الزبده او السمنه شويه. يعمل ايه بقى في الرزايه؟ خلي الرزايه نفسها. اولا قفلتي ما سماها حمرتيها. ايوه. ثانيا بيبقى فيها. انا عايزاك تكلم الكاميرا دي. انا عايزاك تبان. كلمني هنا. نعمل ايه بقى بعد ما نقفل المسام؟ لما بتنزلي الرز على الشعريه. الشعريه خلاص اتحمرت. ايوه. احنا ريقي بيجري مش ممكن. اعصابي باظت. حلو. لما بتشوحي بتكملي مع الرز مع الشعريه على السن مع تشويحه السمنه شويه طعم الرزايه بيعلى. صح. ومسام الرزايه بتفلفل. صح. فلما بتنزلي الشوربه بتعلي تيستها اكتر. أيه. وما تحطيش شوربه كتير عشان ما تعجنش. صح. كده نطلع في الاخر بشويه رز بالشعريه. تيست عالي جدا. صح. غني جدا. صح. مفرفط في طعم الرزايه. يا جماعه مزاجنجي يا جماعه هو مزاجنجي. هنعمل ايه بس حتى والله شوية نعمل الرز إيه؟ طالعين معايا يعني بصي مش اي رز. طب انا هسالك سؤال. احنا اوكي اخر حاجه هنحط عصير الطماطم. تمام تمام. حاول. ليه كده؟ احنا دي التسبيكه حصلت. صح. هنقلبها وتغلي. صح. ونروح موطيين عليها. أوه. كلما كانت النار اهدى والوقت اكتر. أوه. ومكبوسه كويس. كلما انت دوبتي اللحمه وسبكتي. صح. التسبيكه. فدي بقى تتساب شويه. صح. تفضل بقى متسابه كده اهو. ولما تتسبك بننزل عليها بالفاصوليا. لما تتسبك ايه اعمل ايه؟ عشان نحط عليها المعلقه دي وتقفل. يلا يلا كده دي هنسيبها تتسبك. حلو كده؟ طيب نتكلم سن عن الفاصوليا؟ ناخد اميره الاول. يلا. اميره بقى لها كتير عايزه تتكلم. يلا يا اميره. هاتي هاتي نقلب ده. اتفضل. اهلا وسهلا يا اميره. الو ازي حضرتك يا شطاره؟ الحمد لله يا روحي. عامله ايه؟ الحمد لله مبسوطه جدا اني شايفاكي وسامعاكي والله ومتابعاكي في حلقه المزاجنجي الجميله. حبيبتي ربنا. ازيك يا اميره؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ ربنا يخليكي. ازي حضرتك؟ مبسوطه جدا بالحلقه ومبسوطه ان انا متابعاكم. حلقه بصراحه فكرتنا بالاكل القديم بتاع الامهات، الفاصوليا والرز والحاجات كلها الجميله اللي احنا متعودين ان احنا ناكلها.
هو اختار يعمل اكله مزاج. انا عايزه اقول لكم الريحه بجد حلوه قوي. لا تعالى انا عايز نشوف مستوى الشوربه. مستوى الشوربه هنا مش كبير يعني احنا انا زودت السيكه يعني بس. أيوة. تمام. ايوه سيكه يعني انا بخليه مش عايم. ايوه صح صح على فكره معمول صح. كمان كده يلا عقل الصباع حلو جدا. ماشي بتاني نوطي بقى صح. يلا نوطي. نوطي وطبعا كلما كانت الحله بتاعه الرز مقفوله كويس او بفويل او حاجه كلما كان وبرده نسيبه شويه بقى كتير على قد ما نقدر وعلى النار هاديه كلما كان نسبه تشرب الرزايه لمرقه اللي احنا حطيناها افضل وطعمها تستهبي احلى. حلو قوي الكلام ده بجد. انا على فكره يعني مستمتعه معاك يعني. وانا مستمتع والله انا بحب الطبيخ قوي وطبعا انا مبسوط ان انا معاكي طبعا. ربنا يخليك. طب بص بقى احنا كلنا عارفين ان المزاجنجي وقف غنى من فتره. على فكره انا متابعاك واوريدي شفت الموضوع ده قبل كده. إيه انت وقفت غنى ايه بقى كان السبب ان انت وقفت غنى من فتره؟ بصي هو انا اصلا مغني يعني شغلتي الاساسيه في حياتي ان انا مغني. انا بغني من 94 95 لغايه 2013 مهنتي الاساسيه اللي اشتغلت بسببها بقى في الانتاج وفي الميديا وفي الحفلات وفي حاجات كتير قوي. من 2012 13 بدا الشغل يقل يعني. انا كنت بغني في الافراح بغني في الحفلات يعني كانت شغلتي الاساسيه. اللي حصل ان الدنيا اختلفت بقى وانا خدتني الدنيا في حاجات تانية. بس ونجحت جدا في حوار المزاجنجي ما شاء الله. وبعدها جه المزاجنجي يعني. عملت حاجات تانية ثم جه بقى المزاجنجي. بس المزيكا بنت اللذينة في دمي مش قادر ابطل مش قادر يعني بتاكلني يعني عارفه. بدليل ان انت عملت حفلتين قبل كده. حلو كده. بدات ارجع تاني اعمل حفلات. عملت حفلات اسمها جيل الطيبين. جيل الطيبين حلو كده. انا مهووس باغاني الثمانينات والتسعينات والاغاني الفتره دي. فقلت طب انا عايز ارجع اغني الاغاني دي. انا عندي اغنيه وبغني جزء منها في الحفلات بس هو تركيزي الاساسي على الاغاني اللي كنت انا وانت بنسمعها واحنا في ثانوي واحنا في اعدادي يعني. فبدات اعمل حفلات اسمها جيل الطيبين. عندي ثالث حفله ان شاء الله يوم السبت اللي جاي الساعه 8 مساء في ساقية الصاوي. يعني اخلص شغل واروح ساقية الصاوي. لا انت هتيجي طبعا. لا انت مدعوه طبعا يعني ده اسمه كلام. يوم السبت اللي جاي الساعه 8 مساء كوهين ينعي ولده ويصلح راديوهاته كستات عارفه المثل ده طبعا. يعني الحفله اللي جايه يوم الثلاث يوم السبت. يوم السبت سوري سوري يوم السبت الساعه 8 اللي جاي الساعه 8 مساء في ساقية الصاوي. ساقية الصوت. خشوا على هاشتاج جيل الطيبين. جيل الطيبين. انا بحب الاغاني دي. وفي نفس الوقت لقيت في حد اسمه احمد حسني. عامل حاجه اسمها جيل الطيبين. قلت له احمد انا هقلدك انا هعمل جيل الطيبين. بنعمل ايه؟ بنلبس ابيض في ابيض ونغني الاغاني اللي احنا كنا بنسمعها زمان. حلو ده. وبتعمد بقى يبقى في غنوه وطنيه، غنوه انسانيه، غنوه يعني بحاول اني اصحي الحته دي عند الناس. بنفرح ونبسط ونهيص ونطلع الطاقه السلبيه وفي نفس الوقت مسج صغنطوطه كده ما تنسوش ان احنا طيبين. حلو قوي الكلام ده بجد بس يعني انا بقى دي بقى دلوقتي الحاجه اللي انا يعني شغلاني ودي الحاجه اللي انا عايز اكبرها ودي الحاجه اللي انا عايز الناس تبقى يعني اوصل الرساله الصغيره. يوم السبت اللي جاي الساعه 8 في ساقيه عبد المنعم الصاوي. في ساقيه استنوني هناك يا جماعه. يلا انا رايح. طبعا انت من اوائل المدعوين.